شهد اليوم 62 من الحرب استمرار القصف الإسرائيلي والتوغل البري في قطاع غزة، فيما أعلنت الفصائل الفلسطينية عن تصديها للقوات الإسرائيلية وإطلاقها الصواريخ تجاه الأراضي الإسرائيلية. وأعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل ضابط وثلاثة جنود في المعارك الضارية في قطاع غزة، من بينهم نجل الوزير جادي أيزنكوت. وقال متحدث بلسان وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة في مؤتمر صحفي، عدد الشهداء ارتفع منذ بداية الحرب إلى 17177. على صعيد متصل، وبعد يومين من إعلان المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي أن أحد المواطنين الإسرائيليين الذين تم الإعلان عنه أنه مفقود منذ يوم الهجوم الذي نفذته حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي مخطوف في غزة، وقد سمح اليوم بالنشر أن الحديث يدور عن محمد الأطرش البالغ من العمر 40 عاما من سكان بلدة سعوة في النقب. ووفقا للمتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي فإن حماس تحتجز 138 مخطوفا. وذكرت مصادر إعلامية أن الأطرش متزوج من امرأتين وأب ل13 ابنا، أصغرهم طفلة عمرها ثلاثة أشهر. الحدود الشمالية كانت هي الأخرى اليوم مسرحا للمناوشات، فيما أعلنت الطواقم الطبية الإسرائيلية عن مقتل مواطن إسرائيلي هو مزارع جراء إطلاق قذيفة من الأراضي اللبنانية تجاه منطقة الجليل الأعلى. وقال الجيش الإسرائيلي أنه رد بقصف في عمق الأراضي اللبنانية. للحديث عن آخر التطورات ينضم إلينا في الاستوديو المحامي زكريا إغبارية، وهو ناشط اجتماعي ومحلل سياسي. أهلا ومرحبا بك، مساء الخير. مساء النور. وأيضا ينضم إلينا الدكتور جمال عيشان من الجديد المكر، وهو باحث أكاديمي محاضر وناشط سياسي واجتماعي. مساء الخير دكتور. مساء النور. أبدأ معك المحامي زكريا إغبارية، وأريد أن أسألك عن آخر التطورات. الآن مقتل نجل الوزير أيزنكوت، عمره 25 سنة، مقاتل جندي في جيش في الاحتياط في الجيش، هل ممكن أن يؤثر ذلك على اتخاذ القرارات أو لدى متخذي القرارات، خاصة أن أيزنكوت الأب، ونرى يعني على الشاشة الصورة وهو يحتضن ابنه الجندي، وأيزنكوت الأب هو عضو في مجلس إدارة الحرب كابينات الحرب، هل ممكن أن يؤثر ذلك على اتخاذ القرارات؟ طبعا احنا اللي فهمناه كمان بزيادة هو أنه كان يشاهد مقتله بالبث المباشر، يعني مقتل ابنه. نعم. مقتل ابنه بالبث المباشر، فهي طبعا بتكون صعبة كثير على الشعب الإسرائيلي وبالأخص على الجنود اللي موجودين هناك، وقد طبعا هذا الشيء سيسجل طبعا انتصارا للطرف الآخر، وهذا الشيء إن دل على شيء فيدل على المعنويات اللي موجودة عند جنود الشعب الإسرائيلي، أكيد راح تتأثر. دكتور جمال، كيف ترى هذه الصورة؟ أنا أسأل تحديدا يعني أيزنكوت الآن لما ابنه من بين القتلى، هل ممكن نؤثر على اتخاذ القرارات أو على تصويته في كابينات الحرب؟ طبعا كل قتل مش مهم لمين، للوزير أو لأي إنسان آخر، هو فقدان، والفقدان هو صعب، والفقدان هو عمليا كل الأحزان اللي هي موجودة في المجتمع تنتقل عنده في إلى بيته، ولربما أن تكون هذه نظرة أخرى في تقييمه للحرب من جديد، أي لربما أنه هن يوصلوا لنتيجة معينة أنه حتى لو إحنا قديش بدنا نكون موجودين في غزة متوغلين في مناطق عديدة بالشمال أو بالمركز أو بالجنوب، نحن نفقد الشباب ونفقد الجنود، وهذا لربما أنه يعجل حسب رأيي في اتخاذ القرارات المناسبة بوقف إطلاق النار، لأن لربما أنه هن يوصل لنتيجة أنه لا جدوى من ذلك، حتى لو نحن استمرنا شهر أو شهرين أو ثلاثة، قيادة حماس وجنود حماس ما زالوا موجودين، هم يقاتلون ونحن نقاتل، والنتائج ممكن تكون أنه هي فقدان من الطرفين، من الطرف الفلسطيني وأيضا من الطرف الإسرائيلي. آمل أنه عن جد أنه إحنا يعني
إن شاء الله رب العالمين منصلي لربنا أنه توقف الحرب وكل إنسان يحاول أنه يرجع لأهله غانم سالم. نعم. الآن المحامي زكريا غبرية يعني وسط دعوات وقف الحرب من أكثر من طرف، لا نرى أنه هناك جهود يعني على الأقل على العلن، يعني منذ أن توقفت قضية الصفقة الأولى اللي على دفعات لا يعني، وسمعنا تصريحات من قطر انه ستواصل بذل الجهود لوقف اطلاق النار، ولكن لا نرى في الافق انه الامور تسير في هذا الاتجاه. نعم، احنا من تاريخ 17 ما شهدناه كل يوم هو في مفاجآت. ولا يمكن لاي انسان ان يتنبأ الا كمان ساعه وساعتين لاحداث مستقبليه كان لهدنة او كان لتكملة الحرب. اللي احنا شايفينه هنا للاسف الشديد كثير الحرب هاي ساعدتنا على ازاله كل الاقنعه اللي موجوده كان بالمحاكم الدوليه او هيئه الامم المتحده او الدول العربيه او الحكومات العربيه الاصح او قياداتنا الداخليه. لذلك لا يستطيع اي انسان باعتقادي ايقاف هذه الحرب إلا فقط الشعب الإسرائيلي، وبالأخص هم الطرف اللي هم عائلات الأسرة، هم الوحيدين اللي بإمكانهم الضغط على حكومة إسرائيل من أجل إيقافها لسببين. السبب الأول إنه الحرب وقعت مع رئيس حكومة اللي هو مستعد يحرك الدنيا كلها بس يظل بموقعه، ولو تقعد أخرى كمان شهر وشهرين ثلاث فقط من أجل الحفاظ على موقعه السياسي، لأنه كل يوم متواجد بالحرب هو بالنسبة له ربح من أجل تغيير المسار السياسي اللي موجود، اللي نسبة المؤيدين له نزلت تقريبا إلى لنسبة الصفر خلينا نقول، فش له ولا أي منفذ. والسبب الثاني هو أنه روح الانتقام، في هناك إجماع عند الشعب الإسرائيلي إجماع بشكل عام في تكملة الحرب. أيضا نعم يريدون تحرير الأسرة، ولكن بنفس الوقت في هناك إجماع في تكملة الحرب. وحتى لو أنه أنت رحت على الشمال وخط الحرب مع حزب الله هناك ترى في تأييد كامل. سنأتي ونتحدث عن حزب الله. طبعا أريد أن أضيف يعني سؤال مهم جدا وسؤال واسع وسؤال بداية كل إنسان ممكن أن تكون بداية أن يبدأ حرب معينة، ولكن كيف يمكن أن تسير هذه الحرب وإلى أين يمكن أن نصل؟ طب أنا بدي أعطيك سيناريو دكتور. إلى أين ممكن أن نصل؟ وأنا أريد أن أضيف للي تفضل أستاذنا الكريم، يعني الولايات المتحدة الأمريكية هي التي أعطت التعليمات وكانت موجودة في الكابينات الحرب وأعطت كل الإمكانيات والإمدادات صحيح. فما الذي تغير؟ العدل العسكرية، هل تغير موقف العدل العسكرية بكل ما يحتاجه الميدان. وهون عمليا الولايات المتحدة الأمريكية هي الوحيدة التي تستطيع أن تورد إسرائيل عن الشجرة وخاصة الحكومة. لماذا؟ الولايات المتحدة الأمريكية هي ليست يعني هي لا يعني ما بتحب هالقد غزة ولا بهمها غزة، ولكن هي تنظر إلى الوضع الداخلي في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. هناك أحزاب سواء اللي هي تابعة يعني أعضاء في الكونغرس واللي هن تابعين للحزب الديمقراطي، وهم أبلغوا أن لبلينكين وأبلغوا بايدن أنه لا يمكن أنه إحنا نمضي على بياض لإسرائيل بكل ما هي ما تحتاجه أو عمليا إيش هي ممكن تقدر تعمل. إحنا في عنا خطوط حمراء، هاي واحدة. الشغلة الثانية يعني كمان أنه الرأي العام العالمي والرأي العام العربي، يعني اليوم أنا بتوقع يعني أنه لو أنه العالم العربي وقف على إجليه بصمود وجسارة، وخاصة وأنه أمريكا لها علاقات دبلوماسية مع الخليج العربي وأيضا من بعض الدول، وهذه الدول لها تأثير كبير جدا على السياسة الخارجية الأمريكية. ومن هذا المنطلق أستاذنا يعني الولايات المتحدة الأمريكية لها مصلحة عند دول الخليج، ودول الخليج عندها مصلحة أيضا عند الولايات المتحدة الأمريكية، والمصلحة اللي هي ممكن أن يكون في هناك قاسم مشترك بين الجهتين. الولايات المتحدة الأمريكية قد أفهمت الزعامة اللي هي موجودة في الدول العربية أنه كي نحافظ على عروشكم وقروشكم وكروشكم،
يجب عليكم ان تمشوا ان تلتزموا بكل ما التعليمات اللي احنا بنعطيكم اياها من الولايات المتحده الامريكيه، وخاصه انه في هناك قواعد عسكريه اللي هي موجوده في دول الخليج، وهي لو انه شافوا انه في هناك بالعاميه يعني العين الحمراء، وكانوا هن عمليا انه هن كانوا بيقدروا بوقف إطلاق النار ومساعدة إسرائيل على إعادة المخطوفين وفيما بعد أيضا حل طويل الأمد، الحل السلمي. المحامي زكريا غبري ذكرت سيناريوهين، ولكن في الجانب الإسرائيلي هناك من يقول أنه ممكن إنهاء الحرب أنه عن طريق الجمهور في غزة، أن يخرج الجمهور في قطاع غزة ضد حماس وينقلب عليها. هل ترى هذا السيناريو قابل للتحقق أو قابل أن نشاهده فعلا في ظل المعاناة الإنسانية في قطاع غزة؟ كما ذكرنا أنه لا يستطيع أي إنسان اليوم بشكل عام يعني أن ينتقد وأن يقف الحرب من الشعب الإسرائيلي، بسبب هناك في إجماع وأيضا بالسلطة الفلسطينية أو حتى بالعالم العربي بشكل عام، برضو في إجماع بشكل عام أنه لا يستطيع أي إنسان أن ينتقد حماس أو أن يخرج في مظاهرات ضد حماس. وشاهدنا إحنا قبل فترة كان في شخص جابوا معاه في قناة في تلفزيون الجزيرة اللقاء، وبدأ يشتم ويسب، وأجوا وقفوا البث. لذلك لا أعتقد أنه هناك سيكون الناس راح تخرجها، يمكن تلقاها بأي مكان ولكن لا تجدها في غزة. طيب الآن أنتقل الإعلام الإسرائيلي يحاول أن يروج بهذه الدعاية بأن الشعب الفلسطيني سوف يثور على حماس، ولكن إلى الآن لم نرى هذا الاعتقاد تبعهم. هذا كل اعتقاداتهم تبع غلط. هذا الإعلام الإسرائيلي الذي يروج بهذه الخطة أو بهذا السيناريو، ولكن أنا أرى أنه يعني الغزيين هم يعني حماس ليست هي اللي قتلتهم، ولكن الإسرائيليين هم الذين قتلوا. ولكن في الجانب الإسرائيلي بيقول لك لو لم يقع هذا الهجوم لما يعني إسرائيل قصفت غزة وتوغلت فيها. مفضل أنه كان أنه يكون جندي مقابل جندي، وليس قصف البيوت وقصف المجمعات كلياتها. ومن هذا المنطلق أنا أرى أن تكون النتيجة هي نتيجة عكسية، وهي حتى نتيجة عكسية. الالتفاف حول حماس كونها أنه هي حركة وطنية وقومية وثائرة، قصدك التفاف في قطاع غزة حول. طبعا الالتفاف حول قطاع غزة. اريد ان انتقل الى الحدود الشمالية. اليوم نتنياهو يهدد، وهذه ليست المرة الاولى، وكل لحزب الله اذا بدك تشوف بيروت مثل خان يونس ورفح مثل خان يونس وغزة اكثر، فبامكانك ان يعني ان تبدا بحرب شاملة. مثل هذه التصريحات هل يدلي بها نتنياهو لانه متاكد انه مش راح تكون حرب شامله مع حزب الله؟ هو الاصح انه احنا مش راضيين نتقبل واقع انه بامكان اسرائيل انها تخرب بيروت ودمشق وعدن في ايام او خلينا نقول في اسابيع. هذا الواقع احنا مش غادرين لحد هسه منذ قيام الدوله، معلش مستوعبين الدوله قامت وتاسست وكبرت وصارت تتاثر عالميا، وبرضه عندهم الامكانيات وعندهم الدعم، حكومات اوروبا وايضا الولايات المتحده تدعمهم بالسلاح وبالمال، وعندهم الامكانيه انه يقوموا بهذا المشروع. وكمان مره بنرجع، اذا هذا الشيء بيخدم حزب الليكود وبيخدم نتنياهو باعتقادي انه ما فيش عنده اي مشكله انه يوسع الحرب. نعم، اريد ان اسالك دكتور جمال، عندك انا بدي اضيف لذكر استاذي اليوم، يعني احنا شايفين انه في هناك فرنسا، في هناك الدول الاوروبيه، في هناك الولايات المتحده الامريكيه، يعني هو كلها يعني للاستهلاك المحلي. انا حسب رايي انه هاي التصريحات انه انا بدمر بيروت، طب كمان حزب الله بقول انه انا مستعد ادمر كمان تل ابيب، يعني انه العين بالعين والسن بالسن، وهون عمليا انه يعني ليس انه القصف بده يكون باتجاه واحد. هل ترى انه الحديث عن مساعي دبلوماسيه للتوصل لاتفاق مع حزب الله او مع الحكومه اللبنانيه لابعاد حزب الله عن الحدود، والان نسمع ان هناك جهود تبذل من قبل فرنسا والسعودية طبعاً لهذا الاتفاق، طبعاً هل هذا حل طبعاً وارد؟ يعني العمل على هذه العملية الدبلوماسية بحل المشاكل بين لبنان وإسرائيل بالعملية الدبلوماسية، وخاصة أنه الدبلوماسية قد نجحت
بكيفية تسوية الأمور الخلاف على بالمياه الإقليمية ما بين إسرائيل وما بين لبنان. والمجتمع الدولي يتعاطى مع البداية وكأنه يعني في هناك إمكانية ل 1701 إنه كيف ممكن إنه إحنا نطبق هذا القرار. نطبق هذا القرار. ولمن لا يعرف هذا القرار اللي اتخذ في نهاية حرب عام 2006 ويقضي بإبعاد حزب الله عن الحدود الشمالية. من هذا المنطلق يعني هيك اجى التهديد يعني بالاساس اجى التهديد. اسا طبعا احنا بنعرف انه في هناك خروقات اللي هي من حزب الله وايضا من جهه ثانيه في هناك خروقات ايضا من اسرائيل. وطبعا انه لبنان تقدمت بعده شكوات الى مجلس الامن انه يعني اسرائيل عملت واسرائيل اعتذرت عن مقتل الجندي اللبناني وكان امر لافت هذا الاعتذار. هذا 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 يعني من خلال هاي جمعتين ثلاثه. ولكن احنا بنعرف انه على مدار من 2006 لليوم انه كان في هناك لحد الآن أنه ما في نجاة. ولكن أنا بشوف أنه العملية الدبلوماسية لربما أن تكون النتيجة أحد النتائج اللي ممكن تكون سبب نتيجة الحرب اللي هي بين حماس وبين إسرائيل إعطاء إمكانية للدبلوماسية في لبنان. لأن إسرائيل تعرف ماذا يمكن أن يكون وحزب الله يعرف ماذا أن تكون. فالدبلوماسية هي السلاح الوحيد في هذه المرحلة. أريد أن تشاهدا معي مقطع فيديو إذ شنت عضو الكنيسة عن حزب الليكود تالي غوتليب هجوما على أعضاء الكنيسة العرب، ذلك خلال خطاب ألقته يوم أمس في الكنيسة على هامش مناقشة ميزانية الدولة. تالي غوتليب قالت في خطابها بصورة ساخرة: وصلتني اليوم شكوى تم تقديمها من أعضاء الكنيسة من كتلة الجبهة والعربية للتغيير. أريد أن أريكم، هي تقول لأعضاء الكنيسة، أريد أن أريكم كيف تبدو الشجاعة من قبل داعمي الإرهاب في كنيسة إسرائيل. دعونا نرى كيف بدأ المشهد خلال إلقاء غوتليب الخطاب. قبلتي اليوم تلونة وكشانكدي تلونة على يدي كل خبري سيات خدش تعال. אני את הנאום השני שלי אקדיש לתקציב, אבל עכשיו אני רוצה להראות לכם מה זה תעוזה של תומכי טרור בכנסת ישראל. אחד, מותר לומר תומך טרור בכנסת ישראל. אחמד טיבי רשם שאסור לומר את זה על פי כללי האתיקה. מותר גם מותר. אם היה מותר נגיד להשתמש במילה טרוריסטים, אולי הייתי משתמשת במילה הזאת, אבל אני לא משתמשת, כי אני מכירה את כללי האתיקה, ומישהו תומך טרור, אני קוראת לו תומך טרור. אחמד טיבי, שלא מתבלבל לעמוד כאן בכנסת ולקלל אותי, ואני מזכירה לו עובדות ואני מזכירה לו את עברו, וזה נורא מפריע לו, מפריע לאחמד טיבי, שהוא מאוד רצה להיות סגן יו"ר הכנסת, ומנעתי את זה ממנו, באמת בלחץ מאוד מאוד גדול כאן בתוך הפרלמנט. ברוך השם שהצלחתי לעשות את זה. וכמו שאמרתי לך, אדון אחמד טיבי, אתה לא בעל הבית, לא תהיה כאן יותר בעל הבית, ומי שהיה גדול יועצו של מרצחנו ערפאת, ואומר מעת לעת ופוגע תוך כך בפעילות צה"ל ובכבודם של חיילינו, אז הוא תומך טרור. כך גם איימן עודה, שבוועדת חוקה אמר שהחמאס זה לא נאצים ואי אפשר להשוות אותם לנאצים, כי הדבר היחיד שאפשר להשוות לנאצים זה את הכיבוש שלנו, כך הוא אומר בוועדת הכנסת. אז כן, מי שמדבר ככה בזמן לחימה הוא תומך טרור. אגב, איימן עודה, מעניין שלא התלוננת שאמרתי שאתה מעביר כספים לרשות הפלסטינית תוך ניצול, החסינות שלך, אתה נוסע ומעביר מזומנים לרשות, על זה לא התלוננת. בטח שלא תתלונן. עידה סולימן הגישה נגדי תלונה, בואו תחזיקו חזק, כי העזתי, אוי, אני באמת מתנצלת שהעזתי, לכתוב עליה ברשתות החברתיות שהיא תומכת טרור. אני אומרת לה בפניה, גברת עידה סולימן, תומכת טרור. ומי שעומדת כאן בכנסת ואומרת שחיילינו, לא פחות, הפגיזו בתי חולים, ויש ריח של זרחן בבתי החולים, ובתוך המעבר ההומניטרי, המסדרון ההומניטרי, יורים עליהם, עידה סולימן אומרת את הדברים הללו, אז כן, היא תומכת טרור, ובטח ובטח תומכת טרור בזמן לחימה. עידה סולימן, בואי תמשיכי להתלונן עליי. רגע, לא נגמר. יש פה עוד. עוד תלונה. עכשיו, אימאד ח'טיב יאסין. אל תפריע לי. אימאד ח'טיב יאסין. אל תפריע לי בנאום. אימאד ח'טיב יאסין, כן, זאת פה, ששללה את העובדה שהיו מקרי אונס ושריפת תינוקות בתופת השביעי לאוקטובר, וגם ברוך השם סולקה מהכנסת בעונש חשוב מאוד,
פה בתוך הפרלמנט הגישה נגדי תלונה, כי אני מעזה לכתוב עליה ברשתות החברתיות שאני אדאג שהיא לא תהיה חברת כנסת. כן, בוודאי שאני אדאג. אני אעשה כל מה שאני יכולה לעשות לשנות את חוק המפלגות. אני אדייק את הגדרות חוק המפלגות. זה אנשים שלא ראויים להיות בכנסת ישראל. זה אנשים שמשתמשים בכספי משלם המיסים. אחמד טיבי, רציתי להזכיר לך, חבל על הכסף, קשר לבוחר, שאתה משלם להחזיק מימון, פרסום ממומן נגדי בטיקטוק. אז שיובהר כאן לחבריי, חברי הכנסת, מספיק שאנחנו צריכים לסבול כאן נוכחות של אנשים תומכי טרור בזמן מלחמה. ברגיל, עוד בזמן מלחמה, כן. חובתנו לדאוג לכך שבכנסת ישראל לא ישבו מי שלא מסוגל לגנות את חמאס, לקרוא לו ארגון טרור, ואני מסיים, אם אפשר, אדוני, במשהו קטן אחד לסיים, קטן, 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 קטן. אני רק, יש לי עוד אחמד טיבי לגאול האבן. אני אקנח בדבר הבא, יש לך עוד, יהיה לי עוד נאום רם. אחמד טיבי לגאול האבן, החמאס לא ארגון טרור. ישראל מפעילה טרור בעזה. תומכי טרור בכנסת ישראל, לא תטילו על האימה, והתלונות שלכם לא נוגעות בי. תודה. محمد جمال المحامي زكريا غبريه كيف ترى هذا المشهد خاصه انه اعضاء الكنيسة العرب من كل الكتل يعني استنكروا ما حدث يوم 7 اكتوبر وتقريبا يعني لا يصرحون شيئا عن هذا الموضوع منذ ذلك اليوم اول شيء يعني هي فرصه عبر قناه هلا بدي اقول كلمه اللي يمكن ما حدا يقبلها ولكن هي الواقع. الواقع انه كل احترام لكل شاب صغير لكل شاب كبير متعلم مش متعلم انه حافظ على قانون الطوارئ لانه بهاي الظروف تبعت الحرب يعني قانون الطوارئ سيف ذو حدين. شو بتقصد بقانون الطوارئ وحافظ الطوارئ عليه؟ يعني قانون، انا بقول لك قانون الطوارئ اسرائيل مش شايفه لا دول عربيه ولا دول غربيه ولا طوفان مظاهرات بكل العالم الاسلامي والعربي والاوروبي كلهم مش شايفه وكان يستنوا من عندنا اي تحركات كمواطنين اسرائيل بمظاهرات واغلاق شوارع معهم كل الصلاحيات الشرطه انهم يقتلوا ويضربوا رصاص حي وهناك عندنا كثير شباب اللي هم حميانين وسايرين على الوضع اللي موجود فيه فلذلك لو انه قانون الطوارئ ما عملوهوش هذا تبع الحرب وطلعت الناس على الشوارع اعتقد احنا كان شفنا كل يوم في جنازات وكان العلاقه بين الشعب اليهودي والشعب العربي اللي هم بيشتغلوا مع بعض من خلال المستشفيات وسائق الشاحنات والمحاكم واللي بدك اياه كان هذا الارتباط كان ضاع منا بده كمان لاخر سنه واحنا شريان احنا هنا بالمجتمع العربي احنا شريان لاهل غزه وشريان لاهل الضفه اذا اليوم بدك تضرب هذا الشريان انت قطعت كل هاي الشرايين الموجوده لذلك احنا اذا من كل ذا الانسان البسيط تفهم الوضع اللي موجود وبدعب صلواته للخير وللسلام واللي بدك اياه فما بالك لما بكون هناك نواب بكارعوا بين كفير وبتالي جوتليب وبأججوا الأوضاع أكثر لأنه أنت بتأجج هناك داخل قاعة ولكن المواطنين اليهودي اللي بحضروا بس ما كانت تصريحات من هالنوع اللي للنواب العرب اللي بيأججوا فيها الوضع يعني لا كان كثير لما أحمد طيب على سبيل المثال أحمد طيب لتالي جوتليب خذوها لبسوا أبيض وطلعوا على المستشفى هي تصيحوا هذا كذا ليش لما كانت تقاطعوا تقصد في خطاباته في الكنيسة كانت تقاطعوا وكان يقطعها وإشي يعني هاي تأججات للموضوع الآخر بس بدي أسمع رأيك عن هذا الموضوع هاي تأججات يعني ناس أصحاب مسؤولية ونواب وكذا لازم على الأقل لعبهم تمر كل حرب طبعا يعني إحنا منقول وبكرر كل احترام للمجتمع العربي الذي ساهم وغدر يضبط نفسه وأعصابه في مثل هذه الأحداث. هذه الأحداث هي كانت صدمة ليس فقط على الشعب اليهودي وإنما أيضا على الشعب العربي. نحن لم نكن جزء من 7 أكتوبر وطبعا المؤسسة الإسرائيلية صابها عمى ألوان في تعاملها مع العرب مع عرب إسرائيل وكأنه عرب إسرائيل هن جزء لا يتجزأ من المعركة العسكرية والمعركة السياسية بالرغم من أنه العرب عملوا كل المستحيل أنه هن يحافظوا على الأمن والأمان وأنه هن ما يكونوا إلا شريان للعلاقة الإنسانية بداخل المجتمع الإسرائيلي. وبالنسبة للتصريحات عضوة الكنيسة يعني أنا بقول يعني هي واقفة على منبر الكنيسة هي تخاطب
جمهورها. تقصد هي تخاطب الجمهور اللي هي بدها تحاول انه هي تعاود ترجع على الكنيست. فيعني اذا ما حكتش هاي الكلمات وتهجمت وكانه يعني للاسف الشديد النبرة والعنوان والكلام الذي يصدر من اعضاء الكنيست بالهجوم على المجتمع العربي وكانه هو بنطيهن الدفعه انه هن يقدروا يترشحوا لل طيب الان يقويهم. الان من المفروض يعني في هذه الساعه في هذا الوقت ان تخرج مسيره مظاهره في منطقه البلده القديمه في القدس واللي صادقت عليها الشرطه. الان المصادر الإعلامية تقول نقلا عن المشاركين بأن الهدف منها الدعوة إلى طرد الأوقاف الإسلامية من رحاب المسجد الأقصى المبارك. الشرطة يوم أمس قالت في بيان لإلها أن هذه المسيرة أو المظاهرة هي لإحياء أو تقديرا لذكرى الجنود اللي قتلوا في قطاع غزة. المحامي زكريا غبرية، هل ممكن أنه المشهد في القدس والصور اللي ممكن أن نشاهدها هذا المساء من القدس أن تؤثر على سير المعركة وأن تؤججها أكثر أو تفتح جبهة أكبر؟ المظاهرة أول شيء إحنا خلينا نأخذ إنه هاي المظاهرات لما بتقوم وبيعطوها الشرطة بتعطيها التصريح وبتعطيها الإمكانية إنه تتظاهر، وبنفس الوقت عنا بالمجتمع العربي ممنوع تكون مظاهرات لأنه مظاهرات لوقف الحرب في المجتمع العربي، لوقف الحرب والسلام يعني. خلينا نكون أكثر دقيقين. الشرطة ادعت بالمحاكم محكمة العدل العليا انه ما عندهاش الامكانية والقدرة انها توقف بهيك مظاهرات، ولكن اللي احنا قاعدين بنشوفه بالقدس هناك بعتوا هاي الامكانيات. هاي رسائل طبعا بن كفير وجماعته بسبب المحادثات الأخيرة أو التصريحات الأخيرة الأوروبية الأمريكية إنه أجل وقت إنه تكون هناك دولة فلسطينية ويكون هناك حل مستقبلي للأراضي الفلسطينية. هذا رسالة من الرسائل إنه كرد على هاي التصريحات، واثنين من أجل إعطاء تقديم الدعم المعنوي للجنود اللي موجودين في غزة. إنكم أنتم بتحاربين هناك وإحنا هذين هياتنا موجودين هنا. كيف ترى المشهد دكتور جمال؟ أنا بشوف يعني إنه كأنه المعركة الانتخابية قد بدأت فعلاً وطبعاً الأحزاب تحاول أن تجند جماهيرها. بس بتعرف أحد المنظمين أو المبادرين للمسيرة هو باروخ مارزل طبعاً. اللي أصلا زعلان بين قوسين على بن كفير لأنه مش يميني كفاية. بالضبط يعني هون عمليا أنه يعني هذه هناك عدة رسائل. الرسالة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية أنه أنت عمليا تقدري تقعد على جنب، إحنا اليمين، إحنا المتطرفين، إحنا فقط نريد صح غزة، نريد بناء الهيكل، وإحنا اللي ممكن أنه ندير دولة إسرائيل. ومن جهة أخرى أيضا هذه الرسالة إلى أوروبا، أنه أنتوا ما تتدخلوش في الأمور الداخلية. ومن ناحية محلية، كما ذكرت أنه كامبين بحيروت عمليا انه النادي الانتخابي وكانه بلشت في اصدار مظاهرات تصريحات كل ذلك لكل واحد لجمهور الناخب اللي هو موجود فيه. طبعا هذه يعني لو انه هذه مثل هذه الاحداث كانت موجوده في اطار زمني طبيعي اللي ما فيهوش حالة طوارئ، أنا أفتكر أنه يعني الجمهور العربي أنه راح يعمل مظاهرة كانت عكسية لذلك. نعم. عكسية لذلك. ولكن طبعا بما أنه محكمة العدل العليا لم تعطي أي تصريح من اتجاه المواطن. نعم. العربي أنه يقوم في مظاهرة، فالاستكفاء طبعا في أنه الأحزاب التي تؤمن بالتعايش العربي الإسرائيلي هي التي سوف تعارض وسوف تنتقد كل مثل هذه. أريد أن نشاهد أيضا مقطع فيديو آخر من الكنيست، إذ قال عضو الكنيست عن تحالف الجبهة والعربية للتغيير يوسف العطاونة أن خطر مقتل مواطن بدوي في النقب من الصواريخ هو 2000 ضعف الخطر الذي يتعرض له باقي سكان الدولة. وأضاف عضو الكنيست العطاونة قائلا في خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست يوم أمس، بعد شهرين من بدء الحرب نرى صورة قاتمة بخصوص
بخصوص قضية تحصين وحماية الكرة غير المعترف بها البدوية في النقب. دعونا نستمع إلى جانب مما جاء في خطاب العطاونة. كيام ديون مشتاف لثلاث ועדות, זכויות הילד, הוועדה לפיתוח נגב וגליל והוועדה לצמצום בערים. הדיון היה סביב לתת מענה לכפרים הלא מוכרים בנגב בזמן מלחמה. ואחרי חודשיים של מלחמה, לגבי המיגון עולה תמונה מאוד עגומה. אף משרד ממשלתי לא לוקח אחריות על המיגון של הכפרים הלא מוכרים בנגב. פיקוד העורף אומר, זה לא באחריות שלי למגן כפרים לא מוכרים בנגב. משרד חינוך אומר, זה לא בסמכותי למגן מוסדות חינוך בכפרים הלא מוכרים בנגב. משרד הפנים... כן. בחשם זנה אין מיגון? יש. יש. זה המקרה היחידי, אני מדבר על לא מוכרים, חשם זנה כבר, כן, אני מדבר על כפרים לא מוכרים. ולכן, ידידי מאיר, המענה... אני שמח שלפחות שם כן. יש מיגון, כי דאגנו לזה. ולכן, כל הדיון הזה מצביע על דבר אחד, שהמענה מתחילת המלחמה, שעלינו את הסוגיה וכמעט אין דיון, לא במליאה ולא בוועדות שלא העלינו אותו, ותמיד עלתה הסוגיה שאין מעמד מונציפלי לכפרים הלא מוכרים. ולכן המענה המתבקש. ידידי, כמעט אין שבוע שלא דיברנו על אנשים שנהרגו שם. נהרגו שישה אנשים מנפילת טילים. הסיכוי להרג מטיל לאזרח בדואי בכפרים הלא מוכרים בנגב הוא פי 2,000 יותר מכל תושב אחר במדינה. هذا عضو الكنيسة يوسف العطاوني, واريد ان اسمع تعقيب من كل واحد منكما اذا سمحتما, يعني قبل ان ننهي, ماذا لديك ان تقول عن الوضع في النقب؟ الوضع بالنقب, أنا أتذكرت رجعت شوي لورا إلى حكومة اللي كان فيها منصور عباس, حكومة التغيير. حكومة التغيير اللي إحنا شفناه من كل هاي السنوات, جميع أعضاء الكنيسة بدون استثناء العرب بشكل عام دائما في عندهم ردة فعل بوقت الفعل. ما إحنا شفنا ولا مرة أي برنامج مدروس, يمكن يكون بس احنا ولا مرة كمواطنين ولا مرة شفنا في برنامج مدروس انه احنا من هلا لخمس سنين لازم يكون عندنا ملاجئ, من هلا لخمس سنين لازم يكون عندنا مدارس, من هلا لخمس سنين يكون عندنا كذا كذا. ولا مرة شفنا دائما بردوا ردة فعل على اي حدث بيصير, بيجي بيطلعوا بخطابات. ولكن اللي شفناه احنا مرة واحدة بالتاريخ هو في الحكومة السابقة, حكومة التغيير اللي كان فيها منصور عباس, شفنا هناك في برنامج مع ارقام مع تواريخ معينة اللي بيشتغلوا عليها, تم رقم واحد, تم رقم اثنين, ثلاثة, كداش المبلغ الكلي, شو البرنامج اللي هم ماشيين عليها. وهذا حتى في مجال الجريمة, العنف والجريمة, وأيضا في مجال الرياضة ومواضيع أخرى, وكان هناك الأمر ماشي. فالإخوان اللي احنا قاعدين نسمع تصريحاتهم هم سبب البلاء, هم اللي جابوا هاي الحكومة, هم اللي جابوا الحكومة, هم اللي سقطوا الحكومة. مش احنا, عديد سلمان وشكلي ومازن غنايم اللي سقطوا الحكومة, يعني شاركوا وكانوا صوتوا وكانوا متواجدين. اذا بنرجع للتاريخ لورا بنلقى انه هم سبب اساسي في اسقاط الحكومة والمجيء في حكومة بني كبير والمجيء بس في حكومة. انا قلت لك جوابهم انه مش احنا اللي سقطنا الحكومة, هذه الحكومة تفككت من داخلها, عديد سلمان شكلي, وايضا موقف مازن غنايم في 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 نهاية عمر هذه الحكومة. اشتغلوا بشكل مباشر او غير مباشر فقط من اجل افشال منصور عباس وليس نتنياهو. مش طيب, على سيره منصور عباس بجمله, شو رايك بتصريحاته لشبكه سي ان ان الاخباريه عن نزع السلاح للفصائل الفلسطينيه, ثم اصدر يعني بعد ذلك توضيح عن الامر؟ انا بجملتين ملخصين واقولها بكل صدق, حتى هذه اللحظه احنا القائد الحقيقي هو اللي بتصرف
في بشكل عقلاني وليس بشكل مشاعر. شفناه بس هو صرح تصريح ومن ثم أصدر توضيح. أنا بقول بشكل عام. نعم. يغلط الإنسان. نعم. ولكن خلينا نقول إحنا بشكل عام جربنا إحنا بموجتين، موجة انتفاضة السكاكين اللي كانت بالسابق، وأيضا جربنا بهاي الحرب الكينا إنه إنسان عقلاني قائد بيعطي تصريحات بمحلها. دكتور جمال، طبعا في كانت خطة اللي هي 550 وخطة اللي هي 922 طبعا اللي هي كانت بناء على الحكومة السابقة اللي كان في هناك إمكانية للاعتراف في بعض من القرى البدوية. نعم. طبعا هذه الخطط كانت مدروسة وكانت موجودة، ولكن احنا ما بدنا نحكي على الماضي، احنا بدنا نحكي لقدام. ولكن انا بشوف انه في ظل هذه الحكومة اليمينية المتطرفة التي لا ترى في البدوي ولا ترى في الدرزي ولا ترى في المسلم ولا ترى في اي انسان، فقط الديانة اليهودية وفقط اليهودي انه هو الذي يستحق الامن والامان في دولة اسرائيل. وهون طبعا يعني طبعا احنا بنعرف انه في ناس اللي هي قتلت في 7 اكتوبر، وفي ناس اللي هي خطفت في 7 اكتوبر، وفي ناس اللي هي بعد 7 اكتوبر اللي هي طبعا هذه من المفروض انه يعني النقب هو جزء لا يتجزا من دولة اسرائيل، زي ما بحق انه يكون في هناك ملاجئ في تل ابيب او في اي بلد يهودية، كمان بحق للنقب بحق كمان للشمال انه يكون في هناك يعني ملاجئ حتى المواطن انه يشعر في امن وامان، وخاصه انه الصواريخ يعني في حاله اطلاقها لا تميز بين هذا الانسان وهذا الانسان. ومن هنا يجب انه عمليا التغيير الفكره السائده في داخل المجتمع الاسرائيلي انه احنا بدك تعقب على تصريحات الدكتور منصور عباس في مقابلته مع سي ان ان. في عندك ما تقوله التجمع هاجموا بشده. طبعا يعني احنا في هناك عدة أنواع من القائد، يعني القائد الذي يسمع ماذا يرى الناس وهو يخاطب، والقائد هو الذي يعطي التعليمات لجمهوره، والقائد الثالث هو عمليا يعمل ويثبت. وهون عمليا أنا بدي أقول التصريح هو فيما بعد قيام دولة فلسطين، عشان هيك أصدر التوضيح، في بعد قيام دولة إسرائيل دولة فلسطينية. ولكن إذا إحنا بدنا نيجي يعني اليوم إحنا شايفين السلطة الفلسطينية لها سلاح. نعم. ولكن هي لا تستطيع أن تحمي الفلسطيني. ومن جهة تانية يعني هو يطلب إنه نزع الأسلحة، لا نريد أن تكون لحل سلمي، ولا نريد أن تكون فلسطين زيها زي لبنان. كل حزب هناك عنده أسلحة وعنده أذرع عسكري وكذا وكذا. المقصود أنه أن تكون الدولة الفلسطينية هي راعية وحامية لكل مواطن اللي هو موجود، والسلاح يجب أن يكون تابع للدولة الفلسطينية. بجملة طبعا أنا بقول أنه يعني لربما أن يكون في هناك عدة تفسيرات، لا ممكن أن يكون هذا التفسير هو تفسير خاطئ لبعض من الأشخاص اللي هن طبعا هاجموا الدكتور منصور. أريد أن أشكركم. في كان عنوان صغير على السريع، عنوان مليح كان يعني مهم برضو للحرب على غزة، هو نتنياهو كان في له تصريح: ما دمت أنا في السلطة محمود عباس مش راح يجي، رئيس السلطة الفلسطينية مش راح يجي يدير غزة. نعم. هذا له كثير تعقيبي طبعاً. أنا تعقيبي على هذا التصريح طبعا بدي أقول لك شو واحد، أنه في هناك ثلاث ملفات اللي هي موجودة بيبي نتنياهو، فبيبي نتنياهو فليواجه التيك اللي هو الأكبر والأصعب حول دوره في فشله في قيادة دولة إسرائيل. أريد أن أشكركما جزيل الشكر الدكتور جمال عشان الباحث والمحاضر والمحامي زكريا غبري. شكرا لكم. شكرا. المشاهدون والمشاهدات الأعزاء فاصل ونعود مع المزيد، ابقوا معنا.